السلام عليكم مشاهدي قناة لو سي تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ميكروفوت. اليوم خرجنا باش نسولوا الجماهير الرجاوية، جماهير الرجاء العالمي، على البادرة المميزة اللي قدم عليها المكتب المسير لفريق الرجاء البيضاوي، واللي من خلالها يقدر الجمهور الرجاوي يقتني تذاكر من خلال الانترنت. يلا معنا خويا. صافا الحمد لله، كلشي بخير، بارك الله فيك، الله يبارك فيك. انت كمشجع رجاوي يمكن ولفتي كتقتني التذاكر في مجموعه من الاماكن، دابا الانترنت، بغيتي تيكي خصك الانترنت، شبالك اخويا في هذا هذه البادره اللي قدم عليها المكتب المسير او رئاسه فريق الرجاء البيضاوي؟ هاد المساله اللي دار احسن حاجه كاع، كتحيد البلوكاج بزاف على حسب ملي كتمشي تاخذ تذكره ولا شي حاجه، كتسهل زعما فيها مزيانه زعما هذه القضيه. وبالنسبه لي انا احسن حاجه هي هذه، انك تاخذ تيكيت في الانترنت احسن حاجه في اي وقت. يعني شنو المزايا ديالها اكثر بارابور يعني مقارنه بالتذاكر اللي كنتي انت كرجاوي والرجاويين كيقتنيوهم في اماكن مختلفه؟ سهلوا بعد الماموريه على حسب البلوكاج فهمتي، تاخذها في اي وقت زعما تكون عندك انترنت تاخذها فهمتي، كتسهل عليك الماموريه ماشي بقى تجري عاوتاني من فعلا بلاصه اخرى حتى تمشي باش تجيب تيكيت ولا شي حاجه، يعني غير في دارك تاخذ تيكيت فهمتي. تمام، داكشي اللي كاين، حيت الناس فعلا رجاويين والوداديين والمغاربه عامه، الناس اللي كيمشيو التيران كيلقاو مشكل في اقتناء التذاكر، وهذا ربما من احسن المزايا يعني ديال هذا القرار والبادره اللي قدم عليها مكتب المسير. المهم شي ديديكاس للجمهور الرجاوي، كيبان لي الجمهور ديال الجراد هذا العام ديما الحيحين، اش بالك هذا العام؟ ان شاء الله هذا العام غنديوها ان شاء الله. معنا واحد الجراده خويا، كتمشي للتيران ديما انت؟ ضروري. مورف كتاخذ لي تيكي منين دابا انت كولد كازم؟ منين مورف كتاخذ لي تيكي؟ كناخذ من دونور. من دونور. انت البادره اللي قدم عليها المكتب المسير ان التذاكر غيوليو في الانترنت، الراي ديالك في التذاكر؟ ولكن دابا بالنسبه لي انايا ما عنديش كارت كيشي، المهم الناس بالنسبه للناس كبار اللي عندهم فهمتي كارت كيشي مزيانه لهم فهمتي، حنايا باقي مازال نقدر نقول الوالد ديالي زعما يقطع عليا من هنا فهمتي، المهم مزيانه بعد مزيانه. وانت دابا في هاد لي ماتش ديال الرجاء الجايين يعني ما كاين زعما ضروري غادي تاخذ غتزعم في الانترنت؟ غندير هذيك اللعيبه ديال 400 درهم انا دير فهمتي، كل ماتش اي ماتش في دونور غنمشي له. صافا خويا الرجاوي بخير الله يحفظك، شي مزيان الحمد لله. رجاوي فلسطيني؟ رجاوي حتى الموت. تبارك الله عليك خويا الرجاوي. انت يمكن ولفتي كتاخذ تذاكر في لي كيشي، واش ديما في التيران ولا مورف كتاخذهم في شي بلاصه في كازا؟ لا كناخذهم من الكيشي، من لي كيشي في دونور، يا من ستاد دونور يا من بوزيجار. واخا، ودابا الانترنت شنو الراي ديالك في هذه البادره اللي قدم عليها المكتب المسير؟ ما يمكنش يعني حيت الشعب اصلا ما بحالوش، وديجا هو زادوا علينا في التذاكر كانت ب 30 درهم ولات ب 1000 ريال، راه حاجه صعيبه بزاف يعني. هذا الشيء اللي داروا سي بيزارو حشومه كاع ياك والله. واخا، ولكن انت بالنسبه لك واش هذه الطريقه ما غتسهلش الماموريه ديال الجماهير الرجاويه، الناس اللي بعاد، الناس اللي ما كيقدروش يجيو للتيران، في نظرك انت واش ماشي في صالح الجمهور الرجاوي القضيه ديال الانترنت؟ هذه القضيه ماشي في صالح الجمهور، حيت كاين اللي كي عايش من دوك التذاكر اللي هو تيشدهم تيبيعهم مارشي نوار، كاين اللي كاين اللي ما بحالوش تيعاون بهم راسو، وهاد البادره اللي داروا تقدر تنفع شي وحده تقدر دار شي وحدين، هادشي اللي نقول لك. هادشي اللي كاين. واخا، وشي شي ديديكاس للجمهور الرجاوي هذا العام ان شاء الله؟ هادشي ديالنا هذا العام ان شاء الله. ياك اكد رجاوي فلسطين. صافا خويا؟ صافا. كلشي بخير؟ بخير. والرجاوي فين اخويا الرجاوي؟ لاباس. كلشي بخير؟ بخير. اخا، دابا انتم رجاوي موافقين كتمشيو للتيران ياك؟ مين موافقين كتاخذوا لي تيك التذاكر ديال الماتشات؟ من هذا الماتش يعني كيقرب الماتش كتاخذهم من اي بلاصه عادي؟ واخا، دابا غيوليو في الانترنت، شنو الراي ديالك دابا في هذه القضيه؟ مزيان. مزيانه. انت اش بان لك؟ مزيان. يعني واش غادي تقول للوالده ديالك خذي لينا التيكي ضروري من الانترنت؟ نقولها. نقولها. ماشي من الضروره. حيت راه قال لك غير الانترنت، ما يمكنش تاخذهم من شي بلاصه اخرى، غير في الانترنت. بصح ناخذهم من الانترنت. والو ما تزاقلش. يلا قول شي ديديكاس للجمهور ديال الرجاء. قول شي حاجه للجمهور الرجاء يلا. قول شي حاجه للجمهور الرجاء. كنحبهم بزاف. قول عاود. كنحبهم بزاف. ديما ديما. الرجاء.